تواصل وزارة الداخلية حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية وضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمي، وتمكنت الوزارة خلال 24 ساعة من ضبط 501 قضية تمونية بمضبوطات بلغت قرابة 164 طن مواد غذائية وغير غذائية، وتم ضبط أكثر من 116 طن في مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، أما في مجال عدم الإعلان عن الأسعار بقصد البيع بأزيد من السعر الرسمي للسلع الغذائيه وغير الغذائيه فتم ضبط قرابه 48 طنا، كما تم ضبط 721 قضيه في مجال قضايا المخابز، من بينها 154 قضيه خبز ناقص الوزن و 122 قضيه خبز غير مطابق للمواصفات.